بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه السيارة 308 بنزينة 308 إيسونس، باش نعطيكم المكونات نتاعها من اللوطة والحساسات اللي فيها باش هما موجودين. عندنا هنا هذه مكان المحرك، طبعا المحرك نحيناه باش نغيروه له. طبعا هذا يخرج الشاكمون، هذا يخرج الدخان من تالي. هذوما الكوابل نتاع الفيتاس اللي هما الكابل الفيتاس، هذه السكات ولا الكريمير. هذوما الجعبة نتاع الهيدروليك نتاع الكريمير. هذه من هنا البرسو يسموه، هذا كله يسموه برسو. هذه بار ستابليزاتريس يسموها الميزان، هذه برا نتاع الميزان اليسار. هذا من هنا على اليسار على اليمين الفيزي، هذا الامورتيسور نتاعو، هذا الفيزي، هذا الصابون نتاع الفران او تريم نتاع الفران، فيها وصل باتانات. هذه روتيلا نوطانية روتيل بيفو. هذه لي برا ديريكسيون روتيل ديريكسيون. هذه البرا نتاع البار ستابليزاتريس. هذه من هنا عندنا حساس ال هذا من هنا حساس لابياس، شفتوا حساس لابياس في العجله اليمين، هذه العجله اليمين. لابياس نتاع العجله اليمين، هذا لابياس نتاع العجله نتاع الكفر اليمين. وهذا لابياس نتاع العجله اليسار. شفتوا هنا العجله اليسار. الكابتر اليسار نتاع لابياس. هذه برا ديريكسيون. هذه بار ستابليزاتريس اليسار. هذه روتيلا. هذا طبعا التريم نتاع الفران اليسار والباتان والديسك والامورتيسور كلهم مع بعضهم هنا، هذوما كلهم. كله تبين الجهه اليسار. عندنا هنا من اللوطه عندنا هذه بار ستابليزاتريس تمشي من اليمين اليسار، هذا ميزان تاع السياره. عندنا هذه الشكمون مدخنة لهين مدخنة تمشي حتى للتالي. عندنا هذوما الجعب نتاع الفران يجيو من مضخة الفرامل يمشوا حتى العجل من تالي اللي يجيو هنا. شفتوا كل واحدة عندها عندها جعبة. هذا خيط نتاع لابياس من تالي، هذا خيط لابياس من تالي من جهة اليسار، وهذا خيط لابياس من تالي من جهة اليمين، هذا خيط لابياس. طبعا هذا خيط الفرامل، يعني كابل فرامل يسموه. هذوما زوز خراطيم نتاع بنزينة اللي هي يجيو، واحد يجيب للخزان واحد يرجع منها. هذا خزان نتاع البنزينة، هذا بقيت بكابل الفرامل. كابل الفرامل هذا هنا المساعد الخلفي الامورتيسور الخلفي. هذه التري نتاع الفران، هذا كابل نتاع الفران كيفاش يخدم هنا التري. هذه الرسور نتاع الفران تالي. هذا الخرطوم اللي يدخل معاه البنزينة، وهذا الخرطوم اللي في جنبه اللي هو ينفس سموها بلفة التوخير نتاع نتاع الخزان. هذا منفس ينفس الخزان باش ما يخليش البنزينة ترجع وقت اللي يبدا يصب في المحطة. هذه التراريا، هو هذا كل التراريا يعني القاعدة الخلفية نتاع السيارة. من هنا كذلك هذا التري نتاع الفران والديسك والامورتيسور والرسور كله. هذه المرميطة من تالي شاكمون. هذا مكان العزل الاحتياط. هنا زاد فيها كيف بار ستابليزاتريس من تالي اللي هي. هذا الكابتير اليسار، وعندك الكابتير اليمين هذاك مغادي. هذه كلهم حاجات المكونات من اللوطه نتاع السياره. ان شاء الله تنفعكم هذه الكاميرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.